أهلا بحضراتكم مرة أخرى، وما زلنا في مصر أرض الصالحين بنتابع سيرة وقصة سيدنا محمد ابن أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه في أرض مصر. فالدكتور أهلا بحضرتك مرة أخرى. أهلا وسهلا بكم. السؤال، إمتى بقى جه سيدنا محمد ابن أبي بكر الصديق إلى مصر؟ هو سيدنا محمد ابن أبي بكر جه في مدخل مصر، يعني كان عنده 20 سنة بعد الفتح الإسلامي بحوالي بتاع 10 سنين دخل مصر، ولكن كان له أصحاب في قرية خربتها التي هي في البحيرة الآن. جماعة محمد بن أبي بكر هم اللي رحلوا إلى عثمان. لما سيدنا عثمان انتقل إلى رحمة الله تعالى وتولى سيدنا علي الخلافة، وفي سنة 37 سيدنا علي تولى الخلافة من 35 إلى 40، فصير بعض الناس من أجل أن يكون في مصر، فأرسل محمد بن أبي بكر واليا على مصر. معاوية أرسل عمرو بن العاص حتى يدخل مصر ويلحق قبل محمد بن أبي بكر ما يدخلها. فجيش معاوية جه ودخل مصر واستولى عليها. فلما جاي محمد بن أبي بكر معه، ما معهوش جيش، يعني معه كتيبة ولا فصيلة ولا حاجة كده، يعني حاجة بسيطة. فقاتلهم جيش عمرو فقبضوا عليه، وحينئذ تم قتله بدعوى أنه هو الذي قتل عثمان. برضو الإشاعة لسه لبساه، أو يعني وهو لم يقتل ولم يفعل شيء مثل ما قدم. يمكن حبوا يجاملوا معاوية بقى، يمكن حبوا يجاملون، كان مسألة قميص عثمان والمناداة بقميص عثمان من قبل معاوية، فقتلوا محمد بن أبي بكر على سبيل المثال. خاصة أنه فيه معارك في الجمل وفي صفين. صحيح. وفي شغلانة حدثت في هذا. لكن محمد بن أبي بكر كان من أمراء سيدنا علي، وكان معه في الجمل، وكان معه في صفي. وبعد ذلك لما جت 37 جه مصر فقتلوه قبل الولاية وقبل أن يتمكن من ممارسة مهامه اللي الخليفة الشرعي اللي هو علي بن أبي طالب أمره بها. فكان هناك شخص اسمه زمام بيخدمه، خادم ليه، فوجد رأسه ووجد جثمانه وحاول أن يدفنه ويبني عليه مسجدا، فسمي مسجد الصغير. والسيدة رحمها الله سعاد ماهر تقول إنه مسجد الصغير ده مسجد محمد بن أبي بكر، وده في مصر القديمة. وقيل إنه هو دفن في حتة كده في الدقهلية أو كذا إلى آخره، في مسجد هناك أيضا بيقولوا في ميت دمسيس، يعني في نعم. اعتقاد إنه في ميت دمسيس، في ميت دمسيس بيخف. منية الدمسيس، منية الدمسيس ميت دمسيس اللي هو في الدقهلية. فعلى كل حال دي كانت محمد بن أبي بكر كان عالما، ويكفي أنه ربنا رزقه بالقاسم الذي صار من أئمة العلم في العالم. يكفي أنه كان مساهما بفروسيته النبيلة في ضرء هذه الفتن، ولكن هذا قدره وقدر الله لا يتخلف. طيب بعض المواد العلمية، يعني وإحنا بنحضر للحلقة، بتشير كده إن المصريين تورطوا في قتل محمد ابن أبي بكر الصديق. المصريين وقتها حتى حديث الدخول أو في الإسلام ما كانش أكيد، يعني ما كانوش طرف في هذه الصراعات، ولكن هل مقصود هنا المصريين اللي تورطوا في مقتله كان قصدهم بمن أتوا أساسا من المدينة، أو من أتوا بعد الفتح، وليس أهل مصر أساسا حتى من تحول منهم للإسلام؟ أغلب المشتغلين بالسياسة
سواء كانوا في هذا الجانب أو في ذاك الجانب كانوا من القادمين، من القادمين وليس من أهل البلاد. وإذا كان أهل البلاد يبقى إحنا هنا بنتكلم في سنة 37 الإسلام دخل سنة 20، يعني إحنا بنتكلم بعد 17 سنة من دخول الإسلام. 17 سنة ما تعملش الحزبية دي والتقسيمة دي اللي هي كانت موجودة فعلا ما بين الأمويين وما بين الهاشميين، ما بين العلويين وما بين الأمويين وهكذا. ما تعملش في فترة 17 سنة اختيار الحزب ده. إنما كان أغلب المشاركين في هذه الأمور وفي هذه النزاعات هم من القادمة. يقال برضو أنه اشترك في حروب النوبة أو في الفتوحات اللي قام بيها جيش الفتح في النوبة في جنوب مصر، وأن عبد الله بن أبي صرح نفسه كان لا يرى في محمد بن أبي بكر الصديق أنه هو قائد أو ينفع أنه يكون والي على مصر. حقيقي ده إيه؟ عبد الله بن أبي صرح ليه مشكلة أنه هو أولا في التقويم بتاعه الإمام الحاكم ضده. الإمام الحاكم في الحديث بيرى أن عبد الله بن أبي صرح يعني كان مش من الرواه، ما روش عن رسول الله. وهو عبد الله بن أبي صرح ده اللي هو ارتد أيام النبي عليه السلام، والنبي طلب برأسه حتى أنه دخل في الفتح في فتح مكة، والنبي عليه السلام عفى عنه. ده بعد تدخل سيدنا عثمان. بعد تدخل سيدنا عثمان. فعبد الله بن أبي صرح هل هو حسن إسلامه ولا لا؟ كثير من العلماء يقول حسن إسلامه ولم يرى منه ولا مخالفة ما بعد ذلك. لكن الإمام الحاكم صاحب المستدرك يرى أنه لا، عبد الله بن أبي صرح يعني ما حسنش إسلامه. الله أعلم به يعني. الله أعلم به حاجة زي كده. يعني لأن النبي عليه السلام كمان موقفه ما يعني كان يعني كلام الحاكم مع تصرف النبي له وجه. إنما الآخرون وهم حسنوا الظن، وحسن الظن أيضا من الأمور الشرعية المطلوبة، بيروا انه طب ما هو ما عملش اي حاجة مخالفة شرعية تدل كبيرة يعني جسيمة تدل يعني. على انه هو رجل ما هوش تمام او ما هوش كذا. لكن النبي عليه السلام سكت حتى اذا ما انهوا الموقف قال الم يكن فيكم رجل رشيد؟ قالوا يا رسول الله كنت شاورتنا بعينك. قال ما كان لنبي ان تكون له خائنة الاعين، يعني إلى هذه الحرب. هو ما هوش كسرى ولا قيصر ولا كذا يشاور بعينيه يعني اقتلوه. لا، ما يعملش كده. ده سكت لأنه ده جاله شهد الشهادتين وكذا إلى آخره. بس الله أعلم بما في القلوب. يعني شهادته في عبد الله بن أبي صرح، شهادته في محمد بن أبي بكر الصديق بالبلد كده شهادة قد تكون مجروحة. مجروحة نعم. مجروحة. يعني وبعدين هنا برضو بتدخل حتت سياسية، وهي إنه قد يخاف مثل عبد الله بن أبي صرح يخاف من محمد بن أبي بكر. لأنه هذا شاب وعالم ومتجوز بنت كسرى وابن وراجل عالم كبير في المدينة وربيب علي بن أبي طالب، وأمه صحابية وأبوه من كبار الصحابة والخليفة الأول، يعني حاجة تقلق بالنسبة لهؤلاء الذين ينظرون من الناحية هذه. نعم. أنا شاكر جدا لحضرتك، يعني قربتنا أكتر من شخصية محمد بن أبي بكر الصديق الصحابي الجليل أو التابع بقى الجليل يعني الحقيقة، وعرفنا عنه كتير وعرفنا كمان علاقته بمصر. فأنا شاكر جدا لفضلتك على كل هذه المعلومات. شكرا لكم. شكرا لحضرتك.